صح التعبير مفاجأة هذه البطولة. نقول مفاجأة للبطولة لأنه صاعد جديد، لأنه لا يملك شيئا من الإمكانيات. سيكون لنا حديث عن هذا الجانب مع مجريات المباراة، ربما مع مخرج المباراة سي حسين بن عطا، ومع تشكيلات الفريقين بالنسبة لكل من مولودية سعيدة واتحاد الحراش في هذه قرعة المواجهة الكروية بين فريقين متقاربين في المستوى. اتحاد الحراج إذن يتنقل إلى سعيدة بدوخة عز الدين، دمو عبد الغني، بن عبد الرحمن، فارس جغبالة، عبد الملك، هرم مسعود، هندو كريم، نقرة محمد، مشرى سليم، يشير علي السامي، بوعلام محمد، وطواري محمد. المدرب هو السيد بوعلام شرف، وفي الاحتياط نجدكم من ليمان بعوش، كابلا بن عياش، عوامر بلاط و لطرش. بينما الفريق المحلي فريق مولودية سعيدة يخوض هذه المباراة بتشكيلة ينقصها كل من كيال وسعدي بسبب العقوبة، ويدخل فيها عزيون مراد كحارس أساسي طبعا في غياب كيال المعاقب. الحجاري قاد الوناس بن دحمان، مقني مختار، مبارك، وعبد السلام اللاعب السابق لاتحاد الحراش في مواجهة رفقاء الأمس، نهار يوسف عاتق، عبد الحق، الطواولة محمد، شريطية محمد، حديوش عبد النور، ونير حسين. توفيق روابح مدرب فريق مولودية سعيدة نجد في كرسي احتياط هذا الفريق، لاعبين ايضا ذو مستوى مقبول ومقبول جدا. عكوش، ياسين بختاوي، بختاوي، هاني مقدادي، ماطوني، عددي، وبنشري. بينما رباعي تحكيم هذه المباراة الزواوي مبكر كحكم اساسي بمساعدة بيطان منير وشناوة احمد، بينما غربال والحكم الرابع في هذه المباراة. مواجهة كروية ينتظر نتوقع أن تكون في المستوى، لأنها تجمع بين فريقان أو بين فريقين أقول يلعبان كرة نظيفة، كرة جميلة في أرضية ميدان، نقدر نقول هي واحدة من أحسن الأرضيات في الجزائر. أرضية ميدان تسمح بأداء مباراة في المستوى. على كل من الآن نقدر نقول الكرة هي في مرمى اللاعبين لتقديم مباراة نستمتع بها ويستمتع بها الجمهور الرياضي الكريم. شوف أرضية ميدان ملعب 13 أبريل 58، هي واحدة من أحسن الأرضية. بالنسبة للغيابات من جانب اتحاد الحراش، يغيب كل من حارس سال وبناي زواق بسبب الإصابة، بينما جريش هو الغائب الرابع في صفوف اتحاد الحراش بسبب العقوبة. جريش كان خاض تجربة احترافية الموسم الماضي بالأردن قبل أن يعود للفريق الذي كان فيه، وهو فريق اتحاد الحراش. بينما غيابات مولودية سعيدة هي كيال وسعدي بسبب العقوبة. قلت مباراة ننتظر منها أشياء كثيرة لأنها تجمع بين فريقين يقدمان بداية مقبولة ومقبولة جدا من حيث النتائج. طبعا المتصدر ترتيب الفريقين مولودية سعيدة هي المركز الرابع، وهي التي تصدرت البطولة الوطنية الاحترافية الأولى لجولات عديدة قبل أن تصفو، وفريق اتحاد الحراش يتواجد في المركز السادس برصيد 12 نقطة، بينما مولودية سعيدة برصيد 14 نقطة. جانب من أنصار اتحاد الحراش قليلين جدا في ملعب سعيدة، ومع بعد المسافة حال دون التنقل فريق اتحاد الحراش المنتعش بفوز أخير في الجولة الماضية على حساب شبيبة القبائل بهدف دون مقابل. بالنسبة للأواسط المباراة بين أواسط اتحاد الحراش ومولودية سعيدة انتهت صبيحة اليوم بفوز الفريق الضيف فريق اتحاد الحراش بنتيجة هدف دون مقابل على حساب مولودية سعيدة، وهو الفوز الثالث على التوالي لفريق اتحاد الحراش بعد مسجل بداية صعبة وصعبة جدا طبعا بالنسبة للأواسط. ويقول اسم اتحاد الحراش أنه الفضل بالدرجة الأولى يعود للمدير الفني بالخوخة على إذا انطلاق المباراة في هذه الأثناء بين الفريقين. وأول كرة من جانب فريق مولودية سعيدة عن طريق فنير ثم حديوش، لكن حديوش يطلع عودة إلى الوراء، حديوش يفتح غير تمام اتجاه الكرة باتجاه محمد شريطية من هناك، ومحمد شريطية بدور يعود إلى الوراء، لكن تبقى الكرة لفريق اتحاد ومولودية سعيدة في وسط الميدان. الناس من الحنان غير تماما الكرة لم تخرج بعد تدخل نهار يوسف
لكن الحكم يتدخل ويعلن ويشير الى مخالفه لصالح او كره لصالح فريق اتحاد الحراش. الحكم يامر بضروره تنفيذ الكره من مكان خروجها. قلت حتى الصوره تبدو جميله وجميله جدا لانه الارضيه والملعب جميل جدا. الملعب نقدر نقول لانه كبير ربما ما يمثلش نقدر نقول الصعوبات او ما يمثلش عقده بالنسبه للفرق الصغيره. يعني الفرق الصغيره الى صعيده في رايي فرق محظوره، اولا لانها تلعب امام فريق يحسن اللعب ويمتحن اللعب وفريق مدينه صعيده، ايضا تلعب في ارضيه ميدان ارضيه جميله وجميله جدا، وتلعب ايضا في ملعب مدرجته بعيده نسبيا عن ارضيه ميدان. الذي يستعيد كثير من الكرات في هذه البداية، الكثير من الكرات يستعيدها فريق مولودية صعيدة فتحة، لكن بن عبد الرحمن فارس يصد هذه الكرة، ثم مرة ثانية تبقى لفارس بن عبد الرحمن، ومشرع سليم لاعب السابق لمولودية الجزاء في محاولة خطيرة، لكن العودة السريعة للدفاع عن طريق اللاعب السابق لفقسطين من جنيه مختار. تنقذ الموقف ومرة ثانية من جنيه مختار، لكن الحكم السيد زواوي كان أشار إلى مخالفة، كان أشار إلى مخالفة لصالح فريق اتحاد الحراش بقيادة المدرب وعلام شرف. الموسم الثالث على التوالي يقود الفريق ويحقق نتائج طيبة، هي واحدة من ثمار الاستقرار على والاستقرار بالنسبة للعارضة الفنية. كرة ثابتة من جانب فريق اتحاد الحراج تنفذ في نقطة تنفيذ ضربة الجزاء، لكن التدخل والعودة شريطية ثم يبعد هذه الكرة طويلة أمامية والوجود فنية، ولكن بن عبد الرحمن فارس وعلام محمد كرة ما توصلش في المرة الثانية تعود لمرضية سعيدة طويلة أمامية باتجاه قنية. السبب الشباب الموجود الحكم يشير إلى الكرة وربما لمس باليد على قنية. شوف لمس باليد، لمس باليد مع قنية حسينية ربما كان يكون اللمس غير متعمد، لكن الحكم المساعد قدر وأشار أنه فيه لمس باليد. ركبي باراكو في وسط الميدان مباشرة إلى عنده ثم إلى بومشرى، والعودة عزيون طويلة أمامية في وسط الميدان. سعيدية استطاعت تبادل كروي في منطقة المولودية السعيدية. مباركو عبد السلام على الجهة اليسرى، هاري هاري كرة تصطدم بجبالة مباشرة إلى التماس. هاري سيكون لعب في طريق نصر حسين داي، نفس الشيء بالنسبة لحديث عبد النور، تنقل بعدها حدوش إلى مولودية العلمة. والآن موجود مع فريق مولودية صعيدة محمد شرايطي هو الآخر. مولودية العلمة محاولة، لكن هندو يستعيد هذه الكرة. هندو من ضمن اكتشافات فريق اتحاد الحراش بعد السابق لاتحاد الدياب. اتحاد الحراش نقدر نقول من بين الفرق الكبيرة القليلة التي تمنح الفرصة للاعبين الشباب. لاعبين الشباب عادة يبرزون في فرق مثل اتحاد الحراش. أقول اتحاد الحراش لأني الآن بصدد التعليق على مباراة اتحاد الحراش، لأن فيه فرق أخرى كثيرة تمنح الفرصة والأولوية للاعبين الشباب. لاعبين الشباب عادة لا يكون خزائن النوادي ويجيبون النتائج وصعب التعليق.
التحكم فيهم وتسيرهم، وبالتالي نقدر نقول الاعتماد على ورقة الشباب هي من بين الضروريات لصحة التعبير. شريطية لهذه الكرة، شهد الفريق مولودية سعيدة على الجهة اليسرى مباشرة لموجودها راشية. العودة للوراء لغربي، هي تماما غربي مسعود، هناك على الجهة اليسرى طويلة أمامية، لكن الطواولة يقطع هذه الكرة. ديوش سريع جدا، لكن أمام لاعبين اثنين، يمرر الكرة لنهاري، يوزع وتدخل اتحاد الحراش 24 سنة، يعد اتحاد الحراش من بين الفرق الصغيرة عموريا إن صح هذا التعبير. فريق شاب هو فريق اتحاد الحراش، وفريق أيضا شاب هو فريق مولودية سعيدة، 24 سنة و 25 سنة تقريبا من نفس متوسط العمر. حديوش سريع هذه الكرة، يوصل عنها ويروح للمراوغة، ينجح مراوغة جبالة، لكن عبد الرحمن فارس يرتكب الخطأ وكرة بعيدة وطويلة لشريطية. شريطية محمد آخر لاعب سير بين نصر حسين داعش كاد يرتكب الخطأ لحارس دوخة، وأنه في احتجاجات من النصار بدعوى أن الكرة قد تكون جوزة الخطأ. نشوف النقطة المعادة، صعب جدا رغم الوضعية الجيدة للكاميرا، لكن صعب الحكم عليها بتجاوزها خط المرمى، كرة خاطئة. فريق اتحاد الحراش تشوف نقطة المعادة، كرة طويلة يوصل ميدان بقيادة مدرب شاب هو توفيق الوبح، نقدر نقول أثبت إمكانياته في كل مكان. تبقى القيادة مع حديوش، يعني الكرة يبحث ماذا؟ أو التسديد، لكن بلير كان ضد الكرة، حديوش غير رأيه في آخر لحظة، لكن الكرة لم تصل كما يجب بالطريقة التي يجب. شرطية بهذه الكرة، هذه الكرة وهي بلير يسدد و